شعار الرياضة في خدمة التنمية والسلام، نظمت الجمعية المغربية رياضة وتنمية ومجموعة علالي بشراكة مع عمالة إقليم وزان عدة أنشطة رياضية تخليدا لليوم العالمي للرياضة، وذلك يوم الأحد الثالث من شهر أبريل 2016 بمدينة وزان، حيث عرف هذا الحدث برنامجا حافلا بالأنشطة الرياضية المتنوعة لفائدة أطفال وشباب المنطقة بحضور عام الإقليم والمنتخبين ووفد رسمي هام وشخصية وازنة وأبطال رياضيين وفنانين، وكذلك فعاليات المجتمع المدني. وقد عرف هذا الحدث الرياضي تنظيم ماراثون خاص بالأطفال، شهد مشاركة مكثفة وفاعلة لأطفال المدارس وكذلك المنضوين في إطار جمعيات المجتمع المدني والنوادي الرياضية، حيث تم تقديم عروض رياضية وفنية في ساحة الاستقلال أمتعت الحاضرين، وسلمت في الأخير جوائز تشجيعية وشواهد تقديرية للفائزين بهذا الحدث، إضافة إلى تكريم شخصيات من عالم الرياضة والفن ومجالات أخرى. وكان مسك الختام مقابلة أجريت في الملعب البلدي لوزان والتي عرفت حضورا جماهيريا متميزا، حيث جمعت بين قدماء اللاعبين المحليين ونجوم من عالم الرياضة والفن والإعلام، حيث استمتع الحضور بطبق كروي ممتع. وفي الأخير سلمت جوائز تقديرية وتكريمية إلى المنظمين والقيمين على هذا الحدث الرياضي الهام. جد مسرورين بعد التظاهرة اللي الحمد لله كدوز في ظروف ممتازة. كنشكروا اللي جاوا عندنا الفعاليات الرياضية المهمة والفعاليات الفنية والثقافية والصحفية اللي حضرت المدينة وزان اللي شرفت هذه المدينة، والحمد لله داز هذا اليوم اللي هو تخليد اليوم العالمي للرياضة في أحسن أجواء، وكنحمد الله ان وزان احتضنت يعني احتفلت بهاد اللعابه الكبار اللي كاينين موجودين في في في, في وزان، ونتمنوا هاد التظاهرات يكثروا في الوادي ديال وزان وفي المغرب كله ان شاء الله. شكرا. بطبيعه الحال فهذه ماشي المره الاولى كنجي ضيف في مدينه وزان، هذه المره الثانيه ولا الثالثه، الحمد لله دائما في مدينه معروفه بالهدوء ديالها، البساطه ديال الناس ديالها، بالطبيعه ديالها الجميله، كذلك جينا باش نحيوا اليوم العالمي للرياضه في مدينه وزان، والحمد لله كل شيء فرحان بوجود هاد النجوم الفنانين واللعابه. نتمنى ان شاء الله نعطي واحد الطبق كروي زوين لسعادة الجماهير اللي حاضره. والتظاهره هذه انا فرحان بزاف، لان لما عرضوني ما قلت ما يمكنش ما نجيش، لان اعتبارا انني ولد وزان، ولد اولمبيك وزان، وفرحت بزاف لان الاحساس ديالي زعما صعيب انني نوصفه لك. ونتمنى ان هذا الجمهور يستمتع بهاد اللاعبين الكبار اللي كاينين كفارس كحجي كنيبات كباصير، وكنشكر يعني الحاج العلالي اللي جمع هاد الناس كاملين في مدينه وزان اللي عزيزه على القلب. مدينة وزان مدينة جميلة جدا، بهذه المناسبة كنتقدم بطبيعة الحال باسمي وباسم الزملاء ديالي لا الفنانين ولا الرياضيين. كنشوفوا تبارك الله مجموعة ديال الوجوه ديال المنتخب الوطني والوجوه عاوتاني ديال الشاشة المغربية، فهذا نهار كبير أننا متواجدين هنايا، وكنوجه الشكر خاص للساكنة ديال مدينة وزان، وكذلك الشكر خاص للسيد العامل وجميع المسؤولين يعني الاداريين لا من سلطات محليه لا كل شيء، الحمد لله تجند لهذه المبادره هذه، فصافي بليزير، وكنتمنى على الله انها ديما تكونش الاولى والاخر ان شاء الله. وميرسي اون فوا للساكنه ديال وزان، تقبل ديال الناس ديال وزان والله فرحانين بزاف شحال هادي، و داك الشيء من القلب وتمشي ديريكت للمول القلب، و تنبغي نشكرهم بزاف، و تنشكر السي احمد العلالي و نوال المتوكل حتى هي اللي دابوا هاد البرنامج ياك اللي تنقولوا، تنشكرهم والناس والشباب ديال وزان، ولا بغيناهم الخير باسكو شفناهم وشجعونا وفرحانين بنا، دونك الله يلاكترهم بالخير، وبغيت نشكرهم بزاف عاوتاني، وانتم كاملين الصحفيين والناس اللي جاوا والرياضيين والفنانه حتى هما اللي جاوا من بعيد وجاوا بالقلب، وهذا الشيء اللي
اللي تنتمنى نشوفوا الناس اللي تايمثلوا المغرب باش يمشيو عند هذا الشباب هذا في جهه في المغرب. وهاد التظاهره اللي داروها الناس ديال العلالي وزعما كبيره بزاف، واختينا والمتوكل لحضور نجوم كبار، جمهور جميل جدا اللي كان تشوفوا دابا كيشجعنا حاضر معنا، زعما ما قدر اللي عجز اللسان كما كيقولوا على الشكر وعلى فرحان بزاف باش كن حاضر. وكنتمنى ماشي تكون هذه اول خطره، انا دو فاسو غادي نكون معكم بوتاتر في المهرجان ديال وزان، وكنتسنى باش نجي باش نحضر لهذا المهرجان الجميل جدا وهذا الجمهور الزوين جدا. تبارك الله عليكم، وفرصه قادمه احنا جاي عندكم ان شاء الله. إذا نجاح بامتياز لهذه التظاهرة الأولى من نوعها في مدينة وزان، واللي كتعرف النسخة الأولى ديالها واللي كتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلام، واللي تعطات انطلاقة ديالها من طرف هيئة الأمم المتحدة بمعية اللجنة الدولية الأولمبية. وها نحن اليوم نحتفل بهذا اليوم المتميز بشراكة مع مجموعة العلالي والجمعية المغربية رياضة وتنمية هنا في مدينة وزان، اللي أصبحت قبلة للإقلاع بالرياضي الحقيقي في المملكة المغربية، وتعطات انطلاقة ديالو هنا للإشعاع عبر تراب المملكة المغربية في الأيام المقبلة. حضور وازن لشخصيات متميزة، أبطال من صنف عالمي، وبدعم لا مشروط من طرف صاحب الجلالة، عامل صاحب الجلالة على إقليم وزان، وكل السلطات المحلية مشكورة مجددا. إذا هنيئا لنا بهذا العرس الرياضي فريد من نوعه المتميز، هنيئا لنا بمدينة وزان، وشكر خالص وتحية رياضية قلبية متميزة لساكنة وزان اللي جعلت أن هذا اليوم يكون ناجح بامتياز. وكنعطي الميعاد إن شاء الله النسخة الثانية السنة المقبلة بمدينة وزان. شكرا 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 جزيلا، نحب وزان، نحب ساكنة وزان، ونحب عائلة العلالي اللي عطتنا هذه الفرصة باش أننا نجيو لمدينة وزان.